اهلا وسهلا بيكم في جيمز تو ايجيبت. تخيل كده بتتصل بواحد صاحبك عشان وراكم ميعاد ويقول لك ربع ساعه بس هقفل الدن رينج وانزل، وتتخيل ليه ده حصل فعلا. في واحد قفل الدن رينج في ربع ساعه بالظبط، وده طبعا وقت اول ما شفته جالي ذهول. بس مش اي حد يقدر يعمل كده، دول بيبقوا فئه من الجيمرز بيلقبوا بالسبيد رانرز. فلو عايزين تعرفوا مين السبيد رانرز دول محطمين الارقام القياسيه، شوفوا الفيديو للاخر. ولو اول مره تشرفونا في القناه دوسوا لايك وسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجي لكم كل جديد. معاكم كينج من جيمز تو ايجيبت، ويلا بينا. أكيد كل واحد فينا ليه ألعابه المفضلة، واللي بيوصل بيه حال إنه يقفلها مرة واثنين وتلاتة حد ما يوصل باللعبة للمية في المية. وفي بعض الأوقات حتى بعد إنهاء اللعبة كاملة ما بيكتفيش اللاعب بكده، وبيحتاج إنه يقفلها 100% على كل الصعوبات والحصول على كل الأتشيفمنتس الخاصة بيها والتروفيز. وبالرغم من ده كله، إلا وإن اللاعبين في بعض الأحيان مش بيقدروا الاستغناء عن لعبتهم المفضلة حتى بعد إنهائها بشكل كامل، فبيقرر إنه يعمل لنفسه إنجاز وهو إنهاء اللعبة بشكل أسرع من المعتاد، إما في عدد ساعات أقل وفي بعض الأحيان ممكن تبقى دقائق. ايوه دقائق، وده اللي هتشوفوه في الفيديو. ومن النقطه دي ظهر مفهوم السبيد رانينج، وان اللاعبين بيتحدوا نفسهم في انهم ينهوا اللعبه بشكل سريع جدا غير منطقي في بعض الاحيان، وهتعرفوا ازاي. بس الاول تعالوا نشوف ابتدت منين الحكايه. سنه 1982 شركه اكتيفيجن العريقه اصدرت لعبه عربيات اسمها دراجستر، وهدف اللعبه اما انك بتسابق الكمبيوتر او لاعب تاني في انهاء السباق في اسرع وقت، لحد ما في لاعب اسمه تود روجرز قدر انه يخلص السباق في 5 ثواني وكسور، وده طبعا خلى اللاعب بيبقى ليه صيت كبير في الجيمنج كوميونتي ساعتها. وطبعا اكتيفيجن استغلت الموضوع ده في الدعايه على لعبتها، وكانت دعاياها بتقول فيها ان هل في حد يقدر يكسر الرقم ده. طبعا ده ادى ان اللعبه اتباعت بشكل كبير، وحاول الكتير انه يكسر رقم تود روجرز، لكن تود روجرز هو اللي عنده السر في ازاي بيخلص السباق في الوقت السريع ده، لدرجه ان بقى في مسابقات بيخشها وكان دايما بيكسبها، وبقى ليه راعي، والراعي ده كان بيديله فلوس، يعني كان يعتبر اول لاعب محترف بيتقاضى اجر مقابل انه يلعب. وبعد سنين طويله وازدهار اجهزه الكمبيوتر ووجود الانترنت، اكتشفوا اخصائيين ان تود روجرز استخدم الغش، او اللي احنا بنقول عليه في الجيمنج الجليتش. واللي مش عارف يعني ايه جليتش هتلاقوا في فيديو كنت عامله في القناه، هتلاقوه ظهر لكم فوق هنا. تود كان بيجبر اللعبة على حاجات هي مش مصممة عشانها، وعشان كده كان بيخلص السباق بالسرعة الرهيبة دي. بداية انتشار مصطلح السبيد رانينج بان قوي في فترة التسعينات، وتحديدا مع وجود لعبتين قريبين قوي لقلبي ساعتها، وهما دوم وكويك، واللي ساهموا بشكل كبير جدا في تغيير خريطة الألعاب لحد وقتنا هذا. واللاعبين ساعتها بقى يخترعوا تحديات واتشيفمنتس خاصة بيهم، زي انك تقتل كل الوحوش في اللعبة وما تسيبش وحش، او ما تقتلش ولا وحش اصلا، تستخدم بقى مسدس، تستخدم سكينة. وفي وجود الانترنت ساعتها بدأت مواقع السبيد رانرز، وبقى في عرف متعارف من زمان لحد دلوقتي على شكل السبيد رانر، وان تم تقسيمها لثلاث فئات. اول فئة وهي الاكثر شهرة وهي اسمها اني 100%، وده انك مفيش اي قيود عليك، اعمل اي حاجة، المهم انك تختم اللعبة في اسرع وقت ممكن وباستخدام الجليتش ان وجد. وحتى لو قفلت اللعبة في 1%، المهم السرعة هنا، وده اللي منتشر حاليا واللي بيلاقيه البعض اكثر متعة للمشاهد واللاعب. الفئة التانية وهي 100%، ودي بتتطلب منك انك تختم اللعبة كاملة 100%، ما تفوتش الهوا، ولكن برضو بشرط انك تعمل كل ده في اسرع وقت ممكن، وده بياخد وقت كبير جدا. الفئة الاخيرة وهي اللو 100%، وهي الاصعب على الاطلاق، وانك مطالب بتختيم لعبة وانت ليفل 1 مثلا. تخيل انك في إلدن رينج او في دارك سول وملت ومش معاك جيرز وليفل 1، ومحتاج انك توصل لحد اخر اللعبه كمان وتقفلها. طبعا ده بيبقى تحدي كبير قوي قوي للاعبين، والمعظم محدش بيقدر يعمل كده. السبيد رانينج مدعوم بشكل كبير جدا جدا، وليه قاعده جماهيريه عملاقه، وحاليا ليه سبونسر شيب كبيره جدا، واهمهم مثلا شركه فيو سونيك، وبتعمل ايفنتس سنويه خيريه زي الجي دي كيو، وده مخصوص لماراثونات السبيد رانينج. متخيلين في ماراثون للسبيد رانز؟ ده غير ان تحديات السبيد رانينج منتشره بشكل عملاق على تويتش، وكمان في موقع مخصوص تقدر تشوف قد ايه الموضوع كبير جدا، وهسيبه لكم في الديسكريبشن. تعالوا بقى نشوف ايه اهم الالعاب اللي تم انجازها في دقائق معدوده. اول لعبه معانا وهي إلدن رينج. من الطبيعي ان إلدن رينج تاخد مننا من 40 ل 60 ساعه بحد ادنى، فتخيل انك انت عمال بتتبعزق في اللعبه طوال مجرياتها، وتشوف اللعبه دي بتتقفل قدامك في 26 دقيقه من غير استخدام اي جليتش. طبعا حاجه تجيب قهره، والقهره الاكبر ان في 7 دقائق بس وباستخدام الجليتشات اللعبه بتتقفل، وده حاليا اللي يعتبر اقل وقت اتقفلت فيه إلدن رينج، ويعتبر الرقم القياسي العالمي لحد اللحظه اللي اتعمل فيها الفيديو. انا في إلدن رينج بقالي حوالي 25 ساعه او 30 ساعه تقريبا، ولسه ما خلصتش نصها اصلا. انتوا ايه يا جماعه؟ It's gonna round down. It's some 7 dude. Are you fucking kidding me?
It's gonna round down, I'm pretty sure. It's gonna be 659. Kidding me. اللعبة التانية وهي سيكيرو اللي تعتبر كابوس لجيمرز كتير جدا من صعوبتها، قدر لاعب انه يقفلها في 19 دقيقة بس من غير اي ليميتيشن او قيود. اللهم اني صايم. I think I actually just got it. I swear to God. If this fucking local recording is broken. Oh my god! Bro! No! اللعبة التالتة وهي Legend of Zelda Breath of the Wild. اللعبة دي تحديدا تقدر انها تاخد مننا من 100 ل 150 ساعة مستريح جدا لاكتشاف حاجات كتير في الاوبن وورلد بتاعها، لكن مع السبيد رانرز بتاخد 24 دقيقة بس. I wanted to save time. I kind of like I speed capped on the BLSI. اللعبة الرابعة وهي Cuphead. Cuphead وردنا النجوم في عز الظهر حرفيا، بس بمنتهى البرود قدر لاعب امريكي انه يقفلها على اعلى مستوى صعوبة في 25 دقيقة بس. انا اسف لو هبوظ لكم صيامكم بس غصب عني. Take the damage. Good. New PB. Slash world record. This was deathless. اللعبة الخامسة وهي اللي انا بحبها جدا دارك سولز 3. انا فاكر دارك سولز 3 خدت مني في اول ران ليها حوالي 60 ساعة، فحاول ان ابقى هادي ومتعصبش وافطر واقول الخبر بهدوء. قدر لاعب بريطاني انه يقفلها في 31 دقيقة. اللعبة السادسة وهي Resident Evil Village. هل ينفع ان هي تتقفل في ساعة ونص بس؟ هل ينفع؟ ده حصل، واللي عمل كده كان لاعب نمساوي قدر انه يختم Resident Evil Village في ساعة ونص، بينما قدر واحد تاني اجمل بكتير امريكاني انه يقفل اللعبة كلها في ساعة و55 دقيقة باستخدام السكينة بس. اخر لعبة وهي GTA 5 معشوقة الجماهير. قدر لاعب اوكراني انه يقفلها في 3 ساعات و13 دقيقة بالظبط، ودي لعبة بقى من ساعة ما نزلت لحد النهاردة في ناس لسه بتلعبها بقى لها سنين، فواحد بمنتهى السهولة دخل يقفلها في 3 ساعات و13 دقيقة بالظبط. بس الراجل ده كان غلبان شوية ان هو كان بيعمل سكيب للمهمات، واللي لعب GTA هيفهم يعني ايه ميشن سكيب، ودي لما بتخسر بيظهر لك خيار انك تقدر تعمل سكيب للمهمة اللي استعصيت عليك. اخيرا السبيد راننج ممتع جدا جدا، بس في نفس الوقت صعب جدا ومجهد لاقصى درجة للاعب، وده انه عشان يوصل انه يقفل في اللعبة على سبيل المثال زي Elden Ring، شوف لعبها كام مرة ودرسها كام مرة وفل المناطق منطقة منطقة عشان يدور على الجليتشات في اللعبة، يعني خدت منه مجهود جبار عشان بس في الآخر اسمه يتحط كمحطم لرقم قياسي ويتحط اسمه في التاريخ. شاركوني في التعليقات، على الرغم من أنا عارف إن إحنا معظمنا غلابة، بس عرفونا إيه أسرع لعبة قفلتوها وقفلتوها في قد إيه، وشاركونا إحساسكم بعد ما تشوفوا ألعابكم المفضلة قفل في دقائق وهي خدت مننا رئات. شكرا ليكم، يا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد، وفي الديسكريبشن هتلاقوا اللينك الخاص بستورز جيمز تو ايجيبت ورابط صفحتنا على السوشيال ميديا. كان معكم كينج من جيمز تو ايجيبت، سلام.